روما مين؟ روما اخو ديانا؟ اخو ديانا يا دي ديانا يا مخرب مش من روما وديانا في حياتنا. روما مين؟ اخو روما مين؟ مش عارف. روما زي روما هي زي ديانا. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد يوم جديد. النهارده هنجيب لبس العيد. فانا عشان خاطر نجيب لبس العيد لازم نفطر الاول عشان نعرف نلف. بس احنا هنخرج ازاي؟ هنخرج ازاي لبس العيد جه؟ بس احنا شايلين العيال. ايوه احنا عاملين مفاجاه جبنا لهم لبس العيد. خلاص يا وفاء خلاص يا وفاء. يا لهوي انت عماله تقول حطوا لايك. ده زنانه. معلش حطوا لايك خلينا نرتاح من زنه. معلش يا جماعه معلش والنبي امسحوها فيا. معلش حطوا 200,000 لايك عشان تسكت. احنا جبنا لبس العيد للولاد انا ووفاء بس هو ما شافوهوش. فاحنا النهارده هنجيبه لهم او هنوريه لهم بس بعد الفطار لانهم نفطر ونظبط وبعد كده لبس هشوف هدوم العيد هتعجب. وانت كمان بحبها. ماشي في حاجات بسيطه كده ناقصه بس ان شاء الله هنجيبها. في حاجات لسه ما كملناهاش وخاصه يعني ماشي لما نيجي نتفرج. خلينا مفاجاه. يلا بينا دلوقتي نروح نفطر عشان فاضل 3 دقايق بالظبط على الفطار. على فكره احنا عايزين برضك نعترف لكم بحاجه. انتوا اول يوم رمضان قلنا لكم هتوصلوا الفيديو 100,000 ونطلع لكم كل يوم. انتوا فعلا وصلتوا 100,000 عشان عايزيننا نطلع معاكم كل يوم بس غصب عننا والله العظيم. هو يعني تجهيزات العيد وكده هي المعطله. لا والفيديوهات بتاخد وقت ومحتاجه تشجيع. تملي مستمر. تشجيع مستمر يا جماعه. معلش اضغطوا لايك اضغطوا لايك للفيديو عشان نتشجع عشان فعلا التصوير متعب جدا في الصيام وخاصه ان احنا مفيش يعني اماكن نروحها علشان نعمل لكم مشاهد حلوه كمان. فالحظر مضيق علينا ويعني مش هنفضل نطلع بنفس المشاهد لا كل يوم. لا ما نطلع افتح الكاميرا كده خلاص. لا ما ينفعش ما ينفعش. لا 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 احنا بنطلع لكم على السطح بننزل لكم في الجنينه عشان نحاول نغير عشان ما تملوش مننا والله. بالظبط كده. يلا بينا دلوقتي عشان نفطر عشان خاطر خلاص بطني مسوشاوه بطني. يلا بينا. فبقى بتجرب تفرم اللحمه بالكبه بتاعتها. ما لقيناش لحمه مفرومه جبنا لحمه وهنفرمها احنا. اتصرفت بقى عشان الوقت اتاخر عشان عالسجل للرايه. هكمل بقى فرم بيت اللحمه. حلوه يعني شغاله معاكي فرم؟ فرمتها حلوه. هي بس انا مش مقدرش فيها شغط باخد شويه صغيرين في الكبه. هي دي قطعيه الرقبه. هنا وفاء عصجت اللحمه. هنا بتعمل لنا البشاميل عشان تعمل لنا مكرونه. ودي اللحمه بسلقها. كده بقى خلصت البشاميل اهو. هعمل هنا بقى الملوخيه. حطيت الشوربه والثوم والكزبره وطماطمايه. دي ملوخيه مجمده هنزلها بقى لا واسيبها تفك واكون جهزت لها الثوم. وفاء تعمل لنا رقاق. انت هتعملي هنا على السريع دي؟ ما انا الصواني المدوره ما فيش قد بعض عشان اقلب عليها فانا قلت اعمل على دي واقلبها على الصاج التاني خلاص. يا سيدي على الابداع. مستعجله. ايوه مستعجله. قبل الرقاق بقى واحط طرد انا بكتر السمنه كده عشان ياخد لون حلو. على فكره فاضل 10 دقايق على المغرب. خلاص يعني يا نلحق يا ما نلحقش. خلصت كل حاجه. استنيت الرقاق بعملها على النار من فوق. هرص كده هبل وارص في الصاج واحط اللحم المفرومه في النص وبسويها من على النار من فوق هوريها. ماشي يا سيدي. ثواني بس بقى انا حطيت هنا كام طبقه من الرقاق واللحمه المفرومه وهكمل بقى بقيه الطبقات وارجع اسويها على البوتاجاز كده هوريها. ماشي يا سيدي. وانا عملت العصير جهزت عصير مانجا. هاتي كوبايات يا ندى. طبعا كل واحد لازم يعمل حاجه علشان نلحق الفطار. فاضل 5 دقايق. اوه صينيه الرقاق. واو لحمه مفرومه. اديني اديني. ده احنا هنهيس النهارده هنهيس. وهنا بحمر اللحمه وكده خلصت كل حاجه والمغرب خلاص هتبدا. يلا بينا. وفاء عايزه تقعد في النص المره دي. هتقعدي في النص النهارده؟ الناس هيفكروا ان انا وامك زعلانين. انا قاعدينه وماما تقعدين وانت تقعدين. ماشي انت بتقسمي على مزاجك يعني. ومحمد غير مكانه هو كمان. كلنا غيرنا مكاننا. كله غير مكانه. مرتاحه كده انت؟ ها؟ ما بتتكلميش ليه؟ ها؟ ما بتتكلميش ليه؟ وشير كمان. كل ده يعملوه عشانك؟ ليه يعني؟ ليه انت مين يعني عشان يعملوا لك شيء؟ سبسكرايب. الفطار الفطار بشاميل قلناها بسرعه. والرقاق والرقاق البشاميل. الرقاق والبشاميل حاسين حنسيني حنسيني. يلا جعتوا صح؟ ها؟ ها؟ يا وفاء جايين لك اهو. فاضل حاجات تاني. وزعوا كده على بعض. وزعوا على بعض كده. محمد خدت يا بلال؟ ماشي. كل واحد طبق كده وامكم. واللحمه وصلت. نحطها فين؟ نحطها عند امك عشان هي اللي بتفرق. والملوخيه اللي عليها الدور. امكم عامله لنا ملوخيه النهارده بلحمه. اكسير الحياه. الشوربه اكسير الحياه. حطها قدامي دي. دي تحط قدامي دي. دي الشوربه عشان انا بحب شوربه اللحمه جدا. انا بحبها قوي. وانت كمان؟ وانت كمان بتحبي شوربه اللحمه؟ كلنا بنحبها.
ماشي. حمدي بقى متبرع ان هو يقطع الرقاق. متبرع ايه؟ انا مستعجل. بس على فكره انت قطعته غلط، المفروض زي البيتزا. زي البيتزا ازاي؟ قطعه زي البيتزا يعني مثلثات من النص وبعد كده كده. بعد كده 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 بيقطعوا مربعات. انا كده بقطعه مربعات. ماشي مش مشكله، هو كده هيتاكل وكده يتاكل. انا ممكن اكله سليم. المهم رجعان خلاص. المغرب رجعان مش قادر. المغرب اززلت على فكره. بس المهم ان انا خلصت. لا انت مخلصها، بس هي الفكره بقى ايه؟ بص سفرتنا المكرونه واللحمه والملوخيه والشوربه. انا كده خلصت اكل ولا نسيت حاجه تاني زي العاد؟ لا انا مش انا اللي بنسى. انا بقول ناس حاجه للعيش اهو. هقعد بقى عشان نفطر. وفاء توزع قبل ما تقعد بقى. عشان اعرف اكل لان خلاص هبطت من سفرتنا جوه. هتحط كل واحد الاكل بتاعه قبل ما انا عايز اللي في النص والنبي وفاء معلش. دي ولا لا انا عايز اللي هو القليبين اللي في النص دول يعني. دي كده الاثنين دول ماشي. نحطهم لنا طبق ايه اهو جنب بلال. ايوه ده استنى اللحمه وقعت من. انا بحب اللي في النص مش عارف ليه. هركنها كده عشان اعرف احط برشاميل اللي جنبها عشان ايه ما وسخش كده الطبق. ماشي. عايزه ايه؟ هحط لك البشاميل. انا عامله لكم ده. بتحب المكرونه؟ عاملين الاثنين عشان عارفين انتوا بتحبوها. نقمرنا العيش اهو. العيش ده مش طازه، احنا بنجيبه وبنخزنه في الفريزر. طب اقطعه يا محمد. الله اكبر الاكل شكله يفتح النفس. ايه بس عامل ازاي؟ حاجه اسطوريه. هوزع لهم بقى المكرونه بالمره عشان ايه؟ ما عشان وفاء ما تقعدش تمد ايديها وهي قاعده عيني ما بتعرفش تاكل. انا فكرت براحتي المره دي. هحط لك حته مكرونه يا حمد. ايوه كان طبقك يا كوكي كده كويس. وفاء تقعد في النص. خدت بالك؟ ايه ده تشتغل على جنب بابا؟ غيروا الاماكن كلهم. غيروا اماكن ليه بقى؟ بلال غير مكانه وندى تقريبا محمد. عايزين يغيروا. زهقوا من نفس المكان. كده الواحد يقعد ياكل وعمال. تصدق مكانك في احلى من مكاني؟ انا عندي ازاي انا؟ انتوا بتزنقوني. في طراوه في الحته دي. في طراوه؟ لا القعده على الحرف احلى. قلتوا لي جنبي بتبقى مخنوقه صح؟ لا والله ما قصدتش كده. ما لازم في حد من هنا وحد من هنا في الجو بحر. انا فكرتك هتحس بالبعد زي ما انا حاسس دلوقتي. النوم هنا الهوا مستلق. الربي وفاء انت السبب في العبكه دي. انا وانت انا وامك بنقعد تملي يا في وش بعض يا جنب بعض. يلا سلام. بسم الله. طبعا احنا فطرنا ايه؟ فطرنا طبعا قبل التصوير. بسم الله. هذا المغرب خلص. انت بتعرف اصلا انا جايه بالمغرب بقدمش تصدق ان انا عملت الاكل ده والله. احنا ما بنشربش عصير كتير عشان نعرف ناكل. يلا اشربي ملوخيه. كلي معايا من العيش ده عشان العيش ده كبير. خدي دي طريه مكرونه طعمها حلو قوي. انا فاهم. هتشرب عصير؟ مش هتشرب عصير؟ هيسد نفسكم. بق صغير بس كده تمشوا الجسم وسيبوه يشربوا شوربه احلى. هتسد نفسكم والله. يا سيدي يا سيدي على الملوخيه. حلو الملوخيه دي. هاكل ايه؟ انا نسيت اوزع لكم اللحمه اهو. توزع انت المره دي. كل واحد ياخد له حتتين وقدامه خلاص. بسم الله. هتحط على المكرونه موزاريلا. موزاريلا حلوه؟ ما رضيتش احط روم المره دي. حسيتها اللي احنا متعودين عليها احلى. هي حلوه برده بتاعتك. الطريقه بتاعتك حلوه برده. وحلو ما هي بس الزياده. بس الرقاق احلى من الجلاش. انا بحب الرقاق عشان بيبقى احلى من الجلاش. اسمك واطرى. انت بتحب الحاجه الطريه. انما الجلاش بيبقى رقيق. صح رقيق. حلو. يا سلام بقى تغمسوه في الشوربه كده الرقاق. الله ينور عليك. عايز والله العظيم تحفه. انت عامل ازاي؟ اللحمه بقى طعم تحفه. مد ايدك. اضرب اضرب لحمه. طريه كوكي. خدش الرابط طبعا. انت اللي عجبك بقى يا حمد. انا خدت حته ومعوش تاني. وانتوا خلصوا هديكوا تاني. جميل قوي الرواق ده. ايه خد اسهل من الجلاش ولا بتسيق حاجه ولا بتاع بيستوي على النار على طول. احلى من الجلاش. كان زمان امي بقى بتعمل لنا على الباجور واحده. تجيب لي الواحده تحط صينيه كده زي اللي انا كنت بعمل عليها تدينها سمنه تحط اللحمه وتعملها زي سمبوسه كده. شفت اسمه ايه اللي من دول الكريب؟ يبقى شكل الكريب كده بس طعمه تحفه. الاكل النهارده تحفه. ده انا عليك عشان معمول باستعجال زي كل يوم. خد يا كوك. لو لي حمد رقيق معاك. خد اضرب يا معلم. اديها رقيق. جامد جامد. حد عايز لحمه؟ لحمه كتير. الرقاق اسطوري عشان بقى لنا كتير ما كناش. والله العظيم عارف ما عملتوش من امتى؟ من عزومه محمود. محمود مين؟ انا ما جبتش الرق في السوق خالص. العزومه اللي كنا عاملينها في براس رمضان اللي فات اللي احنا رحنا عزمناهم هناك وصورنا. يا لهوي. والله العظيم ما كنا الرق من ساعتها. يعني دخلنا في سنه ونص سنتين. كتير. ما كنا في مدينه نصر. جبت بابا شباب كل حاجه عشان تبقى طعمها. ده سر الموضوع.
مش ولا حاجه على الشقه فاكر. طعم حلو فين؟ خطير. انت ازاي ما تعملوش كده الفن؟ ما انا اللي ما عنديش فرن. انت عارف انا وستك لما كنا قاعدين في بلاص كنا رمضان مش رمضان ننزل نعمل رايق عشان عمامك وابوك بيحبوه. بيحبوه بالاخص باللبن. طول السنه كده تلاقيهم يفطروا قبل باللبن. ها حلو حلو. ايه انت مش طالع تحس خالص لما بنقفل الكاميرا ما بيبطلش كلام. وضح والله يا سيدي. ها اقعد اقول لك اسكت ما بتسكتش. محلات الاكل بتسكت ولا بتتكسف؟ انت صوتك بيتغير لما بتاكل. عشان الاكل بيكتب نفسه. ما ليه بقى؟ هو ده اللي طلع منك؟ يعني بيقول لك اسكت وانت بتاكل اسكت، بس بيقول لك بالطريقة خلي الاكل يسد. يعني انت تقصد ان انت قاصد ما تتكلمش عشان كلامك ما يبقاش، ولا قصدك ايه؟ قصدك ايه ايه؟ لا بس هو الصح ساعة الاكل ما يبقاش في كلام. صح انت صح يا ابني. مين اللي قالك كده؟ والله الصح. كلام على الاكل سنة. بس كتر الكلام عن الاكل غلط اصلا. ما عشان انت تكلم النفس بيخش جوه بطنك فبتبدا بيزق قولون بيسهل الهضم بيختفوا. ما عارف الكلام ده من زمان بس من زمان قوي. كلام ايه؟ اي هر بيهر زي اللي بيهر. صح؟ انت عامل زي الحلال بتحب بتصلي اللي قاعد معاك. والله ممكن يحكي اي قصه. من الشاطر اللي يخلص طبقه وياخد تاني؟ عايز ارقع؟ لا انا مش عايز. انا قربت اخلص طبقي. ما خلصت بدري من ساعتين. بس انا بخلص طب قربت اخلص. ما اكلتش رقع ليه؟ حد ما يحبش الرقع؟ ما بحب. احنا مش في صيام؟ لو مش في صيام كان زمان خلصت الاكل ده كله من حلاوته. بس الصيام بيخلي الواحد ايه؟ مش قادر ياكل. وانت مش زيي. انا ممكن اكل شويه صغيرين وشويه وجبات تاني. هو لا اكله في الفطار وفي السحور. وساعات ما بتصحاش. صح يا وفاء؟ لا هذا رايق. ماشي اخر حته اهو. مبروك عليك. استنى اجيب لك في حته مع وفاء. لو حد عايزها وفاء مش حباه. انا عاوز. هتاكلي الورق ده؟ هي حابه المكرونه. الواد يا معلم. دوي كده يمكن تحبيه. صلي الله عليك يا وفاء والله. مظبطاني. بطني بتتمل بس مش قادر اقوم. لا كل لغايه لما تشبع وشويه تجوع تاني تاكل. شادي تقوم ليه؟ عشان الاكل جميل. وسلسل من شرابك وسلسل من نفس. ما بلاش انت مره واحده. لا والله العظيم انا عمري ما بدبها. ولا في التحدي؟ لا في التحدي حاجه ببقى عايز اكسب، انما في العاده عمري ما بدبها. بجوع واكل تاني صراحه. طبقي واقوم. انا جبت اخري. جبت جاز باكل بسرعه فايه بشبع بسرعه. بس اللحمه ما اتفرمتش حلو. حاجه سليمه. لا فيها شغف. شغف. خد. اديله لحمه. عايز انقله حته طريه. قطعتها النباتي مش حلوه. اديله اي حته بقى خلاص. دي منها باستعجال. ايه رايك؟ حلوه قوي؟ اديها. ما بتتكلمش يعني. ها؟ عشان صوتك بيتغير؟ ها؟ ما بتسكتش بعد الفيديو ما بتسكتش. قبل ما كنا نعمل الفيديو قلت له اتكلم كتير قال لي شكلك كتير. انا خلصت طبقي. ايه انت في مسابقه؟ انا كسبت. لا لسه وفاء هتكسب برضه. انا كسبت. هتكسبي برضه يا وفاء. كل بسرعه. هتوريني هدوم العيد انا الاول ولا هم؟ لا كده وفاء لو كسبت هي الاول. صح يا وفاء؟ قربت خالص. ماشي هتكسب دلوقتي. انا قربت خلص هتسبقك بسرعه. لا انت اهو انت اللي قربت. اها اديها. ما تديني كسير الحياة ده. الشوربه؟ اه تاكل واحد وكده ما حدش سأل فيه. بس طعمها حلو. عايز؟ عايز كسير حياة؟ اديله من دي اهي. اشربها ما تعطشش نفسك. اخد بق كسير حياة ولا كسير حياة؟ اديله دي. اديك دي؟ خد يا عم. خد واحدة كسير حياة لوحدك. سيب لنا دي بقى. خد انا بشرب طول النهار صيام وكمان ساعة الأكل. اشرب. بس ما تكتريش. رحت فين؟ الحمد لله شباب. يا شيخة. عايزة شوربة. ايه؟ عايزة شوربة؟ يد. اسمها اكسير حياة. اشربي. اديها كمان. اديها كمان. من عايز مية. كمان. لا عايز يشرب. كمان. يدي كمان. اكسير حياة ده. كمان؟ وانت عايز تشرب؟ كمان. ايه رأيك بقى؟ اكسير حياة صح؟ ما اكلتش اللحمة ليه؟ انا شبعت الحمد لله. ده عندي قدامها حته زمان ما كانوش. مش قادر. تسلم ايديك يا وفاء. الله اكبر عليك. هات ال لا ما اغسل ايدي. عايز ايه؟ مش ده
اللي فاض منك دور. اللي فاض ايه؟ هي ما فيهاش لحمة، انا سايبها عشان ما فيهاش لحمة. طب ما انت سايب اللحمة في الطبق ما تديهاش. خد دي متفرتكة عندي. خد يا عم. وانت معاك لحمة برضه. خد يا عم دلع نفسك. سايب المكرونة مش عاجباك ولا ايه؟ عاجباني. طب نزل اللحمة دي. الحمد لله. فطار النهاردة على الجد والجدان. يلا بس تعد عشان تخلص ولا خليها بتاعي. اقول لك الكحك والبسكوت النهارده. لا لا مش هقدر. انا هنام بعد الاكل ده. لفينا كتير النهارده. هتقع. خلصت الطبق. خلصت الطبق؟ طب قولي بابا خلينا نعمل الكحك والبسكوت النهارده. ماشي؟ ماشي. هتقع. طب كليها ما تجوش الا لما تاكل. كوبايتي نص كوبايتي. هي اللي عامله ولا انت؟ انا ولعت عليه يعني جهزت الميه وهي بس صبت. كسلي. انتوا بتشربوش شاي طبعا؟ ماشي هنشرب الشاي ونوريكم. احنا مستنيين حاجه. اه ومستنيين لبس العيد. تعالي انا بعد. جميل جدا العيد ده. ايه؟ جميل جدا. هو ايه؟ بحب لبس العيد. انا بصبه. انت بتقول جميل جدا انت شفته؟ فرحان يعني ان يجيله لبس عيد. عايزه ايه؟ هتلاقيها طنطا. خدي. احنا بقى ما بنحبش التلفزيون ويعتبر التلفزيون اصلا مش شغال. وما بيحبناش في رمضان التلفزيون كل كل سنه يجرى له حاجه. هو اصلا الدش مش قادر يشتغل بقاله يومين كده صح؟ نتفرج على الرامض على الجهاز مش على التلفزيون. التليفونات ما خليتش. عمسه تشوف الحاجه في البيت. عسل. اه عسل ايه؟ انت عسل؟ حاجتها كمان حاجتها زيها. حاجتها حلوه؟ ايوه يا عم. ايه رايك في لبس العيد؟ هي كانت شافته. بس هي انت واثقه ان انا هجيب لك حاجات حلوه صح؟ انت عارفين احنا ما خدناكوش السنه، احنا كل سنه بناخدكم بس السنه دي عشان الكورونا. عشان المكرونه ما تجيش فيكم. كله بياخد بيصور بالتليفون ويبعت على الواتس لاولاده، كل الناس بتعمل كده السنه دي. بس احنا طبعا واتس مين معاهمش هم الحاجات دي. هم بيثقوا في ذوقنا. احنا عارفين مقاساتهم. لا وغير كده اصلا بيبقى مكتوب المقاسات، قصه في ان العيل يعني ينقي ويفرح برضك تبقى فرحه. لا ما هي لما تبقى مفاجأة برضو كده حلو برضو. بتعملي ايه؟ بس لو ما عجبكوش هبدله او هغيره. الله ينور. انتوا قاعدين ايه؟ انتوا مستنيين مستنيين تحلقوا؟ خدي. احنا قاعدين عاملين الكاس مننا نخلص. هادي الشنط اللي جوه في شنط الدولاب بتاعنا. هتلاقي في شنط كده جديده في الدولاب بتاعنا. اه قاعدين يحلقوا. ثلاث شنط يا ناد. انت مستنيه ايه؟ ها؟ مستنيه الفرج. مستنيه ايه؟ الفرج بعت لي رساله. مستنيه فرج. مستنيه فرج. تعالى يا فرج. ايوه هم دول. ما تبصيش جوه ما تبصيش. اقعدي مكانك. مين اكتر واحد بيسمع الكلام بصوت من الفرحه الاول؟ اكتر واحد بيسمع الكلام اكتر واحد بيسمع الكلام مين؟ مين؟ استني ما افكر. اكتر واحد بيسمع الكلام مين؟ مين؟ يبقى مين اول واحد؟ انت؟ هو انت بتسمعي الكلام؟ اه بسمع كلام. امتى ده؟ انت لسه حالا دلوقتي دلقه كوبايه مغرقه الدنيا. ما بترضاش تاكل اللي على مزاجها بس. اه يبقى انت ما بتسمعيش الكلام. عايشه على الحلويات والكيكات والحاجات دي. ولا تسمعي الكلام بعد كده؟ تسمعي الكلام ماشي؟ انا هشوف الحاجه الاول. انا لسه اشوف من وين. بصي احنا على طول عمرنا بنبتدي من الصغير للكبير. فعلشان خاطر ايه؟ ما نزعلهاش صح؟ مش عشان خاطر هي احسن ولا نبتدي بالبنات وبعد كده الصبيان. لا هو من الصغير للكبير صح؟ انا رايي البنات الاول. انت موافق على الصغير من الكبير ولا البنات الاول؟ لا الصغير من الكبير. وانت يا ندى؟ الصغير من الكبير. وانت يا كابتن؟ الصغير من الكبير. الصغير من الكبير؟ انت هتبقى تاني يوم واحد. انا بقى الصغير من الكبير. يلا تعالوا فين اهو. اه هو فين عشان نشوف عليك هيبقى عامل ازاي. يلا كان نفسك فيه على طول تطلبيه. يلا عايزه تبقي زي بيه. ايه بيجامه.
اه عدلي قرشك الباتمان الفايلت علي كده ورين والله جميل حلو صح عجبك وكمان هذا البتاع عند التين ما هو على قد ده احنا جايبين نفس المقاس جميل يا كوكي استني لسه في تاني لسه في تاني ليك اوبا حلو زي دي انا برضو تعال لف كده اوه جميل ايه رايك بتاع ما شعرك بقى تروح للكوافير يبقى شعرك حلو تاني عايزه تاني عايزه بطنه ايه التلاتة زي ديانا احنا مخلفين ديانا ولا مخلفين وفاء احنا نقلها بغصب ايه رايك لف كده والرمام ايه رايك جميل مع الكوافير برضو يبقى 100 100 حلاق بقى ايه رايك عجبك عجبك خلاص ثلاثه اهو ثلاثه حلوين يلا اقعدي بقى هنا كده وحطيهم على رجلك مين اللي عليه الدور؟ يلا خد حطهم لنا في الشنطه عشان تعينهم لما العيد يجي تحطهم في الدولاب عشان ما يتوسخوش ولسه ناقص الجزم والتوب لسه الجزم والتوب اجيب لك جزمه كعب عالي عشان تمشي تعملي كده ماشي يلا يا دلع خد اديني مو جنبك كده معايا الاولاد ايه واقف مفرفح مفرشح كده ليه؟ اقف كده هند لنفسك اتخم حاجه في هدوم الصبيان ان ما فيهاش اختيارات كتير اهو شوف بنطلون بس بنطلون ايه؟ بنطلون شياكه مكتوب عليه من الجنب اهو ماشي؟ وريني بس كده يجي مقاسك ولا ايه؟ حلو مقاسك مقاسك كويس ولا ممكن يكون بتاع محمد ده؟ لا مقاسه ده مقاسه امسك امسك في ايدك ده تيشيرت اهو اهو تعالى وريني كده عليك يا شكلك عامل ازاي ارفع راسك لفوق ها مش عايز الكوش حلو عشان كنت حاطه الحاجه على مو لسه هنجيب لك حاجات تاني ما لقيناش كتير انتوا لسه في كنت حاجات تاني ده طقم كده زي ترين بس عايز تعيد اوبا ده بقى جميل جدا ده اللي انا منقوله لك بقى ده على ذوق انا بحب الحاجات اللي كده اللي طالعه الحروف الحروف تبقى بارزه تبقى بارزه وريني اوه جامد وليه شورت بتاعه اهو بس أوه. هو كده ايه الطقم بتاعك دول بس ايه رايك دول بس هنجيب لك طقم تاني قميص ترنج كده علشان لما نيجي نلعب ان شاء الله في المستقبل ماشي ونجيب لك بقى طقم تاني مثلا بقى قميص ومثلا بطانه وبرموت ايه ده روما مين روما اخو ديانا يا دي ديانا يا فخر مش روما وديانا في حياتنا روما مين اخو روما مين مش عارف هو زي روما هي زي ديانا قوم يا محمد محمد حماسه تعالى وريني نفسك وريني نفسك تمارين الصباح واحد اثنين هوب واحد اثنين نفس البنطلون بتاع مين اه ما عندهاش حاجات ما عندهمش لبس كتير مية مية على قدك بالظبط ودي تيشيرت ودي تيشيرت برضه بس لون تاني جميل بحب اللون الاحمر ودي ترينج هو مش ترنج يعتبر ترنج يعني طقم الصيفي كده مقاسك ترنج برضه جميل اهو شورت بس تعالى كده عشان بقى ايه ده مقاس كبير بس مش ترنج ترنج يا حمدي بس يعني حلو برضه بص كده ليك في ذمتنا طقم برضه حلو ما طلعش كبير حلو كنا فاكرينه هيبقى كبير لا حلو طلع طويل ماشي برضه انت ايه طقمين زي مين؟ زي روما تعالي يا ندى ندى بقى ايه اتظبطتي انت اتظبطتي زي ايه الفرقه بتبقى قرف والله العظيم العيال بيبقى قرف تبص تلاقي كذا حاجه لنفس الشخص وعيل تاني تبص تلاقي ما تتقلوش ولا حاجه زي مين؟ لا هنجيب لكم والله ما لسه هنروح محل تاني نجيب ماسك كل واحد طقم زي مين؟ الاثنين دول دي سيلوبات لا مش بلوزه على السلوله في السلوبتات انا بحبها قوي قربي بقى عشان انت طويله قربي اوبا السنه اللي فاتت برضك كنت جايبه لك السلوبتة اللي هي اللي انت لسه كنت بتلبسيها لسه بتلبسك من حلو دلوقتي. حلو جدا ولونه جميل بتحب اللون ده ابتدي موزه ادي واحد كين على جنب اوبا زي ديانا جميل بصي على نفسك بقى كده بيبقى على الكتف كده وده برضك بيبقى لازم على الكتف امسكيه من فوق امسكيه من فوق كده جميل قوي مع الكوافير تبقى 100 100
انا نزل صدق ان انت بتروح الكوفيه. ايه الله هو صغير لي كده؟ لا مش صغير، استنى كنت قلبي يعني ايه؟ اه بيبقى صغير كده؟ لسه هو صغير كده؟ هيبقى تحت الركبه يعني. اه ركبك ماشي، ادام ركبك مدريه يبقى عادي، ادام الركب مدريه ارفعي كده تاني منيس ارفعي. يا عم صغيره اهم حاجه الركب ما تبقاش باينه. لو جه صغير طيب الركب مش باينه، اللي هو البرمودا اللي كده البرمودا ده. اه لا هو الركب مدريه خلاص. يلا في ايه تاني؟ مفيش تاني؟ اه لا مفيش. بس ما كده دي ثلاث فساتين، احنا جايبين لي دي ثلاثه ودي ثلاثه وده بردك طقمين. هيجي لهم ثلاثة، هو هيجي لهم واحد يبقى ثلاثة برد، يبقى ثلاثة برد مع الجزة والتوك. نجيب لكم التوك تبقى مية مية. اه تجيب لكم التوك تبقى حلو مع الكوفية اللي انتوا تظبطوا. مش عارفة حساسة على ليه. مالك؟ ده كله عشان اكلك زي روما؟ ايه يا روما مالك؟ حاجتكم وحشة وعقلكم وحش؟ لا حلو. يلا كل سنة وانتوا طيبين. فيش كل سنة وانتوا طيبين صحيح؟ كل سنة وانتوا طيبين. انتوا ما عندكوش دم. جدا. وانت عجبتك الحاجة؟ زي مين؟ زي روما وديانا. زي روما وديانا برضه. يلا ودي حلقتنا النهارده ويومنا الحمد لله زي ما انتوا شفتوا كده جديد برضه، وكل سنه وانتم طيبين، العيد داخل علينا. هنجيب بقى بيت الحاجه وتشوفوها عليهم ان شاء الله في الايام الجايه، بس طبعا بعد العيد. آه نلبس اول يوم العيد. مش هنجيب الحاجه بعد العيد، بتكلم هم يشوفوا اللبس ده عليهم بعد العيد. اه او في العيد ان شاء الله. في العيد اه يعني يلبسوا اللبس ده معاكم في اول حلقه في العيد. تفتكر هيبقى في صلاه عيد ولا لا؟ واعتقد لا. بتفكريني ليه؟ بتفكريني ليه؟ هنعمل صلاة هنا عيد مع بعضين. الله هو ابو ايه؟ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما انا قولي معايا وسبحان الله بكرة واصيلا. يلا الحمد لله ربنا يعدي الايام دي على خير. لكن نسمع التكبيرات العيد هنسمعها. ما انا ما اعرفش هم اكيد في الجامع مش هيمنعوا تكبيرات العيد يعني. الشيوخ بيتكبروا يعني كده كتير عيط. ربنا بدعوا الكرة ده تمشي يا رب. حرام يعني، حرام والله كل الاحداث دي كده بنتحرم منها. الحمد لله. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير. اضغطوا لايك للفيديو دوت وادعوا ان ربنا يعدي الايام دي على خير عشان خاطر كفايه 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 كفايه. اتنين لايك. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. ادعوا لكورونا وكورونا تمشي. عشان تعيط صح؟ المشكله ان انت على مستوى ده بقى. لا هو لو لا هي القصه مش في الجناين، احنا محلينا كل الناس في الشوارع بس. لا اه انا في معلومه سمعتها ان من يوم الجمعه هيعملوا حظر ما حدش ينزل خالص لو قبل العيد. لو النبي والله ما اعرفش حي ولا اي خدمه يا عم هنعيد هنا. يلا مبروك. من يوم الجمعه بقول لك لو شوف حد يتخبط. 200,000 لايك. 200,000 ما اعرفش اشاعه ولا حاجه، اللي يعرف المعلومه دي يقول لي. يلا وصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك ونشوفكم ان شاء الله على خير. وروحوا تابعونا على الانستجرام عشان اللبس دوت هيبقى فيه صور سيشن ان شاء الله على الانستجرام للناس اللي متابعنا. شايف في المطبخ شايف في اوضه النوم. اه نعيط في الشقه. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. يلا شيلوا حاجتكم. يلا على جوه تشيل حاجتك، محدش يطلعها الا في العيد. ماشي؟ مش تهيصوا وتقولوا نلبسها. اه كده كده بتاع عندكم لبس. يعني انا في الدولاب؟ ها؟ انا اه عينوها في الدولاب. اه هنعلق لكم هدومكم في الدولاب عشان الشماعات وعلى انا هدومي فرحان بيها قوي. يلا يا عم مبروك عليك. ما جبتش ليا حاجه انا ولا امك، ما جبناش حاجه لينا. اه مش عارف انت فكرتينا ليه؟ والله نكدت علينا. نكدت علينا. والله والله بحب القران ده. والله يلا الحمد لله ربنا يعديها ان شاء الله على خير. ادعوا انتوا بس، اهم حاجه انتوا تدعوا. يلا شيلوا جوه.